والأرض وضعها للأنام، ثم ذكر بعض نعمه في الأرض، وإن كان في الأرض في وضعها نعمة من الله تبارك وتعالى. قال: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فاكهة أي أنواع كثيرة من الفاكهة، أنواع كثيرة. اذهب الآن إلى الجمعية أو الدكان أو شوف فواكه، شوف خيرات الله تبارك. هذا الشيء اللي تعرفه، شيء ما تعرفه بعد يمكن أكثر. كل يوم يطلعون من ديرة فاكهة جديدة، فاكهة جديدة، فاكهة جديدة من البلاد هذه. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والنخل فاكهة، النخل من الفاكهة، ولكن خص النخل لميزته وأهميته وفضله على جميع الفاكهة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن كان عدوا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال من الملائكة، لكن ذكرهما مرة ثانية للأهمية، ذكر بعض أفراد العام للأهمية، وهنا فاكهة، النخل داخل الفاكهة، لكن ذكره وحده لأهميته وفضله. النبي صلى الله عليه وسلم شبه شجرة بالمؤمن لا يسقط ورقها، ثم قال: هي النخلة، النخلة فيها خير عظيم، ولذلك خصها الله بالذكر. قال: والنخل ذات الأكمام، ذات أي صاحبة، والأكمام هو الكم، الكم هو ما يغطي طلع الذكر وما يغطي الثمر، هذا الكم يسمون الزراع الكفران أو الكفر، الذي يغطي الطلع، تفتح الطلع تطلع منه اللقاح، تروح أقول أنت تفتح تدخل فيها اللقاح. ذات الأكمام، كم، كم يحفظ الطلع الذكر، وكم يحفظ الثمر. والنخل ذات الأكمام، فيها الأكمام، أكمام الذكر أو أكمام الأنثى من النخيل. والنخل ذات الأكمام،